منذ القديم وقبل أن تنال الكثير من الدول الإفريقية استقلالها، كان لبركان وأحوازها شرف احتضان الثوار الأفارقة وإيوائهم وتكوينهم، ولا يزال أهلها من رجال ونساء يذكرون بكل اعتزاز ما قدموه من دعم للجزائريين باسم الأخوة والدين وحسن الجوار. حتى واحد ما يمكن له ينسى هذا التاريخ، وحتى الحكومة الجزائرية سواء الحالية أو التاريخ الجزائري يمكن ينكر هذه المساعدة. بسم الله. أوكي. سنة 1962 توجت الثورة الجزائرية بنيل استقلالها، فهلل المغاربة والجزائريون وتنافسوا الصعداء وصفقوا استبشارا بالنصر. لكن ما كادت تمر سنة على جلاء الفرنسيين عن الجزائر حتى نشبت حرب بينها وبين جارتها المغرب. نال منها قصر إيش القسط الوفير، حيث تم احتلال المنطقة من قبل الجزائريين لمدة 6 أشهر. خافوا الناس من الجزائر، حتى الفترة 63 ضربونا 6 شهور احتلونا الجزائريين. 6 شهور وحنا محتلين عندهم. 6 شهور. هادشي 63. 63 ضربونا. هما جاوا ضربونا قال لك راه جينا بالفرقبة. سمعت علمونا العروبية ماشي هما. كانوا هنا الرحالة يعرفونا قال لك راهم جايين بالفرقبة. شوف كد حنا قلنا استهزينا، قلنا ما كانت هنا 30 رقبه ديال الزيج ديالنا، حنا غير 30. قعدنا هكذاك ايوا حنا استهزينا، قلنا صافي ما غاديش يضربونا. هما جاوا العين الصفراء تشدوا بيناتهم، هذوك اللي كانوا ياكلوا هنا بكري في الثوره قال لهم ضربوا، قال لك اش ما نضربوش حنا، نسحبوا تما في عين الصفراء 60 كيلومتر نسحبوا. قال لهم كيفاش اش كان يوكلنا وين عسنا وداوين المجتمع مشوا نضربوه نسحبوا هاد العمر نسحبوا. جاو هنا الكوبيين والمصريين والسوريين. خلال السنوات التي شكلت أوج الثورة الجزائرية، سخر المغاربة أرضهم لمساعدة إخوانهم الجزائريين في صد الغزاة الفرنسيين. فما بين سنوات 56-900 و 62-900 حفر الجزائريون لأنفسهم بهذه الأراضي أقبية واسعة عميقة عبارة عن أروقة ودهاليز طويلة، مغارات يتخذها اليوم عابر السبيل والرعاة ملجأ للاحتماء من شدة الحر والقر، والرحال ملاذا يأوون إليها، والخفافيش مكانا للسبات والرقاد. سراديب تتخللها منعطفات وانعراجات اختبأ بها الثوار يوما وخزنوا بها أسلحتهم وعتادهم، ومنها انطلقوا لشن هجماتهم وتحرير أراضيهم. جعل موقع إيش الاستراتيجي من المنطقة مطمع الفرنسيين الذين أرادوا ضمها إلى مستعمراتهم الجزائرية، فقد استغلوا غموض نصوص بعض المعاهدات المبرمة كمعاهدة لالا مغنية التي احتفظ المغرب بموجبها رسميا بفيجيج وإيش لفرض سيطرتهم عليها والانسلال إلى المغرب. وقد وصلت محاولاتهم الحقيرة تلك إلى حد طلب ضمها صراحة من القيد الحرم بمحمد الذي كان على رأس قبيلة إيش مطلع القرن العشرين. خلال الثورة الجزائرية عاش الإيشيون فترة عصيبة وامتحانا عسيرا، فقد كانوا بين مطرقة الوقوف مع الإخوة الجزائريين وعدم خذلانهم وسندان ملازمة الحياد وتجنب استثارة المستعمرين، لكنهم اختاروا الانخراط في صفوف جبهة التحرير الجزائرية وهبوا للدفاع عن دينهم وإخوانهم. اعترافا له بنبل خدماته، تسلم المجاهد بوعزة ابن القائد الحرمة وثيقة تشهد له بدوره في مساندة الثورة واعتباره واحدا من روادها. كان مرشداً للثوار في شعاب المنطقة وجبالها، ومطعماً لهم ومداوياً لمرضاهم، وقد قام بإنشاء جناح خاص لمعالجة المرضى من صفوف جبهة التحرير الجزائرية،
وأعد خلية تهتم بالطبخ وتحضير الأكل للمجاهدين بمنزله بإيش تحت إشراف زوجته التي حصلت على بطاقة العضوية بجبهة التحرير سنة 1957، بل لقد جعل منزله مقراً لجبهة التحرير الوطني فرع إيش التي كان أحد أعضائها. منذ القديم وقبل أن تنال الكثير من الدول الإفريقية استقلالها، كان لبركان وأحوازها شرف احتضان الثوار الأفارقة وإيوائهم وتكوينهم، فقد كانت حصناً لحركات تحررية إفريقية عديدة ومعقلاً لزعماء جاهدوا في سبيل الحرية والاستقلال. قرية وولوت المتواجدة جنوب شرق المدينة وكغيرها من قرى الإقليم لا تزال شاهدة تحكي في صمت عن ستينيات القرن الماضي وما قدمته المنطقة من خدمات جليلة لحركات التحرر، ولا يزال أهلها من رجال ونساء يذكرون بكل اعتزاز ما قدموه من دعم للجزائريين باسم الأخوة والدين وحسن الجوار. هذه البناية التي كانت عبارة عن ثكنة عسكرية استقر بها الجيش الفرنسي عند دخوله إلى القرية، اتخذتها جبهة التحرير الجزائرية قاعدة خلفية لها بعدما غادرها الفرنسيون، وبعد أن سلم السلطان محمد الخامس مفاتيحها لثلة من الزعماء السياسيين الجزائريين ليجعلوها منطلقاً لهجومهم وجهادهم. لإفشاء بعض خفايا تلك السنين وللكشف عن دور هذه المنطقة في مساندة ودعم الثوار الجزائريين، رافقنا ابن البلدة والمهتم بعلم التاريخ السيد عبد الوهاب عجاوي ليسرد لنا شيئاً مما لا يعلمه عموم الناس عن زعماء الجزائر وعن الهواري بومدين على الخصوص. من هنا كانت القاعدة الخلفية الرئيسية التي كان يسهر عليها الهواري بومدين، فإضافة إلى هذا المكان وهذه الثكنة العسكرية التي لعبت هذا الدور، يمكن أن نقول أن الهواري بومدين كان له مكانين مهمين. الأول في القهوة أو المقهى ديال القصبة المعروفة بشارع البكاي الهبيل، حيث كان يختارها كمقر له إذا رجع ليلا للمبيت فيها. ثم مقهى الحسنية التي توجد بشارع محمد الخامس، والمكان ديالو المفضل شفتوه، وبالتالي كان عنده صديق واحد ليثق فيه هو الشهاب عبد الغاني الذي كان يحمل الرسائل من هذه القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية بالمغرب كقاعدة خلفية إلى القيادة العسكرية والسياسية في إطار التنسيق لمحاربة الاستعمار الفرنسي داخل الجزائر، سواء مع بن بلة أو جميل أبو حريق أو خيضر أو غيرهم من الزعماء السياسيين والعسكريين الذين نالوا شرف الكفاح في تحرير الجزائر. لم يبقى سكان ضواحي المدينة مكتوفي الأيدي أمام غضرسة الفرنسيين وعدوانهم على الجزائر والجزائريين، بل قامت كل القبائل عن بكرة أبيها للمساعدة والمساندة، تمد الثوار بكل ما يحتاجون من عتاد ومؤونة وتأويهم وتمنحهم الأمن والحماية لاعتبار الحرب التي يخوضونها حرباً تعنيهم. لا يمكن أن ننطلق من هذه المساعدة التي قدمها الشعب المغربي وبالخصوص قبائل بني زناسن، سواء بني منقوش أو بني عتيق أو بني وريمش أو بني خالد أو كبدانة، حتى واحد ما يمكن له ينسى هذا التاريخ، وحتى الحكومة الجزائرية سواء الحالية أو التاريخ الجزائري يمكن ينكر هذه المساعدة، بالخصوص أن هذه المنطقة عرفت بقوتها وشدتها في محاربة الاستعمار كقبائل بني زناسن التي كتبت عليها المقالات كثيرة في جميع الجرائد الفرنسية وفي التاريخ في كتب التاريخ. على سبيل المثال، خلال ما بين 9 أكتوبر 1859 و 13 نوفمبر 1859 هجمت فرنسا هذه المناطق ابتداء من أحفير والمدغ وكافيمور والمساعدة ثم بني منقوش والرقادة إلى هذه المنطقة بأزيد من 7000 جندي،
ماذا سيعمل هؤلاء السكان وهم لا يتوفرون على الأسلحة الأوتوماتيكية كما والمدافع كما كانت تتوفر عليه فرنسا؟ فالطريقة الوحيدة اللي عملوا هو أنه جميع الآبار اللي كانت في الطريق عملوا فيها الكلاب ميتين ودارهم في الآبار ديال الماء. لما جات الجحافل الفرنسية من أجل استعمار هذه المنطقة خلال 1859 ميلادية، فالمعتشو بقوا يشربوا من ذاك الماء، مما جعل الجنود الفرنسيين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، إلى أن وصل العدد في صفوف الفرنسيين 2393 فرنسي الذي توفي. وفي يوم واحد هو 20 أكتوبر 1859 توفيت 493 فرنسي، مما جعل الجيش الفرنسي يتقهقر. ولما رجع على توه للعودة إلى الجزائر التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا ابتداء من سنة 1830، أشنو عملوا هاد القبائل؟ السلاح اللي كان عندهم بداو يقتلوا كذلك في الجنود اللي رجعوا على الطريق ديالهم باش يدخلوا على أحفير وواد كيس ثم يمشيوا للجزائر. وهو ما دفع بالفرنسيين بقيادة الجنرال مونتابا إلى عقد صلح ما بين هذه القبائل وبين هذا الحكومة الفرنسية التي كانت تسهر على تسيير الجزائر آنذاك. هذه الصورة هذه كتجمع مجموعة نتاع الزعامات السياسية والعسكرية، من جملتهم الهواري بومدين، من جملتهم أحمد بن بلة، من جملتهم حسين أيت أحمد، ومن جملتهم محمد بوضياف، إضافة إلى الرئيس الأول لأنغولا، ثم الزائر والثائر اللي تعرف على الصعيد الدولي في المدة الأخيرة هو نيلسون مانديلا، الذي كان يتدرب على الأسلحة في هذا المكان، وكان يتدرب كذلك على الأسلحة في الثكنة العسكرية التي زرتموها بتفوغت. إذن هذه الزعامات السياسية والعسكرية هي التي كانت تمثل القاعدة الخلفية لهذه الجيوش وهذه الجحافل من الثورة الجزائرية ومن جبهة التحرير الوطني الجزائرية. هذه الصورة بالضبط أخذت في هذا المكان كتذكار لهذه الزعامات قبل استقلال الجزائر. لم يكن عون المغاربة والتزامهم إزاء إخوانهم الجزائريين أمراً وليد اليوم صادراً عن قرار مفاجئ ونزوة عابرة، بل كان إيثارهم وتضحياتهم شيماً فطروا عليها منذ القدم. فمنذ احتلال الجزائر سنة 1830 وتولي الأمير عبد القادر الجزائري أمر الدفاع عن بلاده، هب المولى عبد الرحمن والشعب المغربي قاطبة لمساعدته ومساندة الشعب الجزائري بأن أمدوهم بالرجال والمال والسلاح، وسمحوا لهم باتخاذ أرض المغرب ملجأ آمنا لهم ولقواتهم ومنطلقا لشن غاراتهم. بعدما أثارت هجومات الجزائريين حافظة الجيش الفرنسي، بدأ يقوم بغارات مضادة على وجدة وبني يزناسن، وصلت إلى حد اقتحام مدينة وجدة وإعلان حرب إسلي على المغاربة سنة 1844. كما هو الشأن بالنسبة لقرية وولود، دخلت قرية عيشون تاريخ البلدين المغربي والجزائري من أوسع أبوابه بتسخير دورها وجعلها رهن إشارة الثوار الجزائريين. على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال شرق مدينة بركان تقع عيشون الصغيرة، التي كانت صلة وصل بين الثوار المرابطين بوولوت وأولئك الذين كانوا ببرج المراقبة قرب غار الجيفة بأحفير. هنا حيث وضع 60 جندياً تحت إمرة القائد الزبير الجزائري، عاشت الحامية العسكرية الجزائرية في ضيافة العيشونيين إلى أن نالت الجزائر استقلالها، وكأن عسكرها يعيشون في ديارهم بين عشيرتهم وذويهم. هو المطبخ فين كانوا يطيبوا الخبز ديالهم، وفين كانت نقولوا الكوشة. الكوشة فين كانوا يطيبوا الخبز ديال الثوار الجزائريين، أحيانا ماشي دائما، لأن الأغلبية ديالهم كانوا عايشين مع السكان هنايا. الناس اللي يطيبوا لهم هما الناس اللي يطيبوا لهم ويتغداو عندهم ويتعشاو عندهم، ولكن احيانا يبغوا شي حاجه لراسهم
كي يديروها لراسهم قبل كانت هذا هو المطبخ ديالهم. الا بغاو هما يطيبوا شي حاجه بحال نقولوا كان هما عزيز عليهم واحد الماكله اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكه، يطيبوها بالدواره الى غير ذلك، كان عزيز عليهم. وهذه المنطقه هذه كانوا يفتحوا المنازل ديالهم لجميع هاد 60 واحد من الجيش الجزائري، من الجيش الشعبي الجزائري التابع لجبهه الجبهه تاع الجزائر بالقياده ديال الهواري بومدين وديال بن بلا وابو ضياف وخيضر وغيرهم من الزعماء السياسيين. وفي نفس الوقت كانت كذلك هذه المنطقه يعني ما يمكنش شي دار تقول لا لهاد الثوار الجزائريين، كانوا يعتبرونا واحد، كل عائلة تستضف واحد من ديك 60. وكان هاد الجبال وهاد الهضاب اللي موجودين هنا كذلك فيهم منازل أخرى، وهاد المنازل اللي كتشوفوها الآن كانت تابعة لأصحابها، ولكن حبهم في الثورة الجزائرية وفي استقلال الجزائر ساهموا بدورهم في منح هذا السكن وهذه الدور اللي موجوده في هذا الدوار ودواوير اخرى وقبائل اخرى. كانوا كلهم انتشر الجيش الجزائري اللي تابع للقائد زبير للاستراحه والمرح والتدريب العسكري، دون ان انسى كذلك ان لما كان نيلسون مانديلا يدرب احيانا في تافوغالت واحيانا في ولوت، احيانا كان يجي لهذه المنطقه يدرب فيها. ولما يدرب هذه المنطقه غادي نشوفوه الحاج بن عامر كان يتنقل عنده عن طريق الدواب ويمشي يبات عنده في مداغ. اذا المنطقه باسرها نتاع عيشون والدواور ديال الزاويه نتاع سيدي رمضان، الزاويه نتاع البوتشيشيه الوقت اللي قلعت من هنايا حتى من قبل كاع التاريخ، كلهم هذو كانوا يساهموا سواء كانوا مساجد او زوايا او سكان او غير اي شيء من هذا القبيل. وبقيت هذه العلاقه ففريق مثل ايت احمد ومثل بوضياف ومثل هذا العباس اول رئيس الجمهوريه الجزائريه قبل الاستقلال، وكانوا هما الفريق الذي كان يساند المغرب في مختلف مراحله. وهناك قيادات اخرى التي عادت اصبحت عدوة للمغرب، لا نعرف لأي شيء وقع هذا الشيء. والغريب في الأمر أن بن بلة من أصل قبيلة بليون بعين صفا تابع لبن خالد، بوتفليقة هو أصله من قبائل بن عمير بن أولاد معمر في تافوغالت، الهواري بومدين الأصل دياله من دار الكبداني. لذلك ذلك التعاطف الشعبي الذي كان في هذه الدواوير وفي هذه القبائل كان تعاطف قوي بحكم العلاقة الدموية التي تربط بين هؤلاء القادة الجزائريين وهذه القبائل. غير بعيد عن عايشون بالقرب من مدينة أحفير وعلى مرتفع جبلي بمكان يدعى غار الجيفة، برج كان يستقبل الثوار الجزائريين الذين كانوا ينطلقون منه ويعودون إليه بعد قيامهم بعمليات فدائية داخل التراب الجزائري، حيث يتم التنسيق مع القائد الزبير المتواجد بعايشون والهواري بومدين بوولوت. بعيداً عن بركان بنحو 9 كيلومترات وإلى شمال غرب المدينة، منزل قدم خدمات جليلة لكل الثوار الذين أقاموا شرق المغرب، سواء منهم المغاربة أو من جنسيات أخرى مختلفة. هذا المنزل الذي جعل منه صاحبه الوطني الحاج بن عامر مأواً لأعضاء المقاومة وجيش التحرير، وزاوية سياسية لكل القيادات الوطنية المغاربية والإفريقية، اتخذه العديد من الزعماء السياسيين الوطنيين منهم والأفارقة مكاناً للمبيت والاستراحة من عناء ما كانوا يقومون به من عمليات في سبيل أوطانهم. هذا البيت لما كان نيلسون مانديلا يدرب في عيشون كان الحاج بن عامر يصيفط له اللي غادي يجيبوه من تما ويبات عنده هنايا في هذا المكان. هذا المكان بالضبط قبل ما يكون فيه المسائل الاخرى تاع ولاد الحاج بن عامر ديال الوراثه كان المبيت ديال نيلسون مانديلا. والبيت الموالي اللي قدامنا اللي عنده الدخله ديالو هنا في الباب، بطبيعه الحال هذا كما قلت لك من قبل هذه الدار هذه ما شهدتش غير المبيت ديال نيلسون مانديلا. كذلك هذا البيت هذا اللي كتشوف فيه الان هذا كان الا كان عبد العزيز بوتفليقه الرئيس الجزائري الحالي
لما باتش عند الحاج زين اللي معروف مول الخبز، لما باتش ما يبات هنا عند الحاج بن عامر الله يرحمه، وهذا هو البلاصه نتاع المبيت ديالو. كان هنا كذلك يجي هنا بوضياف، كان يجي هنا ايت احمد، كانوا يجيو زعماء سياسيين مغاربه مثلا بحال المهدي مبركه رحمه الله، واحد الزعامات سياسيه اخرى اللي حتى هما تشاوروا هنا على الوثيقه ديال المطالبه بالاستقلال، واللي شهدت هذه المناقشه حاده هنا لداخل. ثم كان هنايا الحاج محمد أجار الملقب ببن علات، لما كان ينسق مع عباس المساعدي اللي كان كذلك هو رئيس الفريق ديال الجيش تاع المقاومه وجيش التحرير ديال المغرب، اللي كيكون مجيد كاب دولو بجيت الناظور وكينسق هنا مع الحاج بن علات. هنا كذلك في هذا الدار ديال الحاج بن عامر، الى تبعنا في هذا البيت بالضبط، هذا البيت بالضبط هنا كان جاء علال الفاسي رحمه الله سنة 1967-68 في اللقاء ديالو مع حزب الاستقلال، لأن الحاج بن عامر كان واحد من الناس ديال حزب الاستقلال وكان يبات عنده هنايا. إذن زعامات تاريخية وسياسية عرفتها هاد المعلمات التاريخية اللي حنا كنقولوا من حق الورثة ديالهم يتصرفوا في أي حاجة في الأراضي في كل حاجة، ولكن نطالبهم ونناشدهم يخليوا هذه المعلمات التاريخية، لأن لعبت دور مهم ماشي غير في تاريخ الحركة الوطنية المغربية من أجل المطالبة بالاستقلال، ولا الدور ديال الحاج بن عامر في المساعدة ديال المقاومة وجيش التحرير المغربي، ولكنها ساعدت كذلك الدور الجزائري في الاستقلال، لأن الزعامات السياسية كلها والزعامات العسكرية لما كتبغي تفوت على بيل الجراف ولا على بوكانون ولا على المريس ولا على أي بلاصة، يخصها تتخذ هذا المقر ديال الحاج بن عامر كمقر ديال انطلاقها من أجل مساعدة الثورة الجزائرية والمجاهدين الجزائريين في نيل استقلالهم. من هنا كذلك اللي كنا احنا كسبنا الخبر على أن ذيك 40 دبابة اللي أعطاها المرحوم محمد الخامس رحمه الله اللي سلمها للجزائر من أجل بناء المؤسسة العسكرية، فالخبر انتشر من هذا المكان في جموع هذه القبائل وهذه الضواوير، وكل هؤلاء السكان صفقوا لهذه المبادرة التاريخية التي ساعدت الجزائر في الاستقلال وساعدت الجزائر في بناء مؤسستها العسكرية، ولا زالت هذه القبائل وهذه السكان رجل واحد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية. وكان لهذه القرى سواء في غار جيفا بأحفير، سواء في عيشون، سواء في العثامنة كافيمور أو مداغ أو عن طريق بيل الجراف وطريق المريس ثم بني ملقوش وغيرها من زاوية سير رمضان إلى غير ذلك، كلها قبائل تضامنت فيما بعدها تضامنت فيما بينها لصد الاستعمار الفرنسي حتى لا يدخل إلى المغرب في بداية القرن التاسع عشر، ثم ساعدت الجزائر في ثورتها من أجل الاستقلال. إذن مناطق قوية برجالها ونسائها وشبابها خلال تلك المرحلة، كما أنها قوية حاليا برجالها في مواجهة كل الأطماع التي تحبذ أو تهدف إلى النيل من سمعة المغرب وتاريخه.